طبعا انت بتعرف يعني في كثير انتهاكات باليمن، ومش ممكن احنا كمان وانا كشخص يعني احنا نوثق عن كل الانتهاكات، كانت من الهوثيين وكمان في انتهاكات من كل تحالف، فعشان هيك احنا نكتب عن الاثنين، مش عشان في مساواه بينهم، بس عشان الاثنين هم ينتهك. ما هو الدور الذي تقوم به منظمة هيومن رايتس لرصد الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المدنيون في اليمن؟ كيف يمكن الوصول لجميع حالات الانتهاك؟ وهل لدى المنظمة معلومات دقيقة بأعداد المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ احنا وثقنا عن يعني 10 حالات، بس منظمة محلية هم وثقوا عن يعني عشرات مئات. الأسابيع اللي فات أنا كنت أخذت كثير اتصالات من الأسر وهم بدهم يعرف يعني وين أبنائي. نعم. ويعني هاي إشي ضد قانون دولي، ضد قانون الإنسان، حقوق الإنسان. في قصف قوات الحوثي والمخلوع صالح. مع ذلك لا تحضر هذه الأرقام. والود لا، أنا أول شيء أنا أعتذر للشعب التعز عشان هذه الأسئلة وغيرها نضعها على السيدة كريستين بيكارلي مسؤولة الملف اليمني في منظمة هيومن رايتس ووتش في لقاء خاص